يتحرك الفتى الغاني باركينز تاكي إيدو ابن 13 بخفة حول كرة اللكم التي يبريحها ضربا خلال التمارين على الملاكمة، وكله أمل في أن يصل يوما ما إلى المجد بعيدا عن حياة البؤس في حيه. ويتمتع هذا المراهق بنقطة قوة كبيرة، إذ إنه يتدرب في حي بوكوم للصيادين في أكرا المعروف بقبلة رياضة الملاكمة. وقد تدربت في هذا الحي الواقع على السواحل الأطلسية الأكثرية الساحقة من الملاكمين الغانيين المحترفين في وضع شبيه بقرية إيتن الجبلية الكينية التي شكلت بيئة حاضنة لأهم عدائي الماراثون في العالم. كنت أريد أن أستكمل تعليمي لكن ذلك لم يكن سهلاً. التعليم مكلف جدا، وبعد انهاء الدراسة عليك ان تنتظر لبعض الوقت قبل ان تتمكن من التقدم بطلب حصول على وظيفة. اما انا فيجب علي ان اكافح واقاتل من اجل عائلتي مثل ما فعل والدي. وفي بوكوم لا متاجر كبرى بل اكواخ متداعية من الطين، وقد حل الاسمنت محل المسارات الترابية. لكن كما الحال في إيتن، يتطلع الصبية إلى نجاح إخوتهم الكبار بالإعجاب عينه والرغبة نفسها في أن يصبحوا أبطالاً. وفي الباحة الخارجية لأحد المنازل المستخدم كقاعة تدريب، قام المدرب برسم دوائر صفراء على الطريق للتدرب على التنقلات. لدينا الكثير من الناس في الشوارع، وهذا ما يدفع معظمهم إلى المجيء إلى قاعة الملاكمة. بعضهم مدخنون، ولكن عندما يأتون إلى قاعة التدريب وتجعلهم يتطلعون إلى أمر ما، سيرغبون في وقت سريع في أن يصبحوا ذوي شأن. سبعة أبطال عالميين في الملاكمة متحدرون من غانا، وجميعهم تقريبا تدربوا في هذا الحي الفقير الذي تتفتت منازله القديمة العائدة إلى الحقبة الاستعمارية في وسط الأكواخ المتداعية.